صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنميه الاقتصاديه حفظه الله قرار رقم 2 لسنه 2024 باعاده تشكيل مجلس التنميه الاقتصاديه جاء فيه الماده الاولى يعاد تشكيل مجلس التنميه الاقتصاديه برئاسه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعضويه كل من سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفه سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد ال خليفه معالي الشيخ خالد بن عبد الله ال خليفه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الماليه والاقتصاد الوطني وزير العمل الرئيس التنفيذي لمجلس التنميه الاقتصاديه وزير الصناعه والتجاره محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس غرفه تجاره وصناعه البحرين مستشار الشؤون السياسيه والاقتصاديه بديوان ولي العهد الرئيس التنفيذي لشركه ممتلكات البحرين القابضه السيد سامر ماجد الجشي السيد يوسف عبد الله علي رضا السيد طارق جليل الصفار السيد خالد عمرو الرميحي السيد خالد علي راشد الامين السيدة نجلاء محمد الشيراوي السيدة رشا محمد سبكار السيد علي موسى شافعي السيد نبيل خالد كانو السيدة هالة علي يتيم السيدة هالة فاروق المؤيد والسيد على عبد الخالق سعيد المادة الثانية تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار